الأعمال في البداية مساء الخير. مساء النور حبيبي، الله يعطيك العافية. في البداية حبيت للقاف وبعيدا عن القاف، حابين نتعرف على شخصك الكريم. إن شاء الله. عبد الناصر إسماعيل حلقي، سوري الجنسية، من محافظة درعا. أرسلت. يعني ما شاء الله عليك يا عبد الناصر، اليوم الشاب الطموح اللي بلش حياته من تحت الصفر، أيوة طلع فيها وصلت لهذا المكان. حابين نتعرف عن أول حجر أساس وضعته لإلك، طلعت عليه وصلت لهذا المرحلة. الحمد لله يا رب، احنا جينا على الدوحة هون بال 2003 وبلشنا شوي شوي الحمد لله، وفتحنا مطعم مطعمين وثلاث الحمد لله. الحمد لله. ايوه الحمد لله. اليوم نحكي عن متى تأسس المكان، اي سنه؟ هون تأسس المحل هذا اللي موجودين به الحين، تأسس ب 2014. نعم. عندنا محل ثاني تأسس ب 2009، في عندنا محل كمان تأسس ب 2003. وقولها بكل فخر، انا قطري انا قطري، خير ومحبه محضاري، واقولها بكل فخر، انا قطري انا قطري. نحكي لها عن خدماتنا اليوم، شو بنقدم خدمات داخل المطعم؟ احنا الحمد لله بنقدم جميع انواع الاكلات العربيه، من مشاوي، من مقبلات، من فطاير، من شاورما، من سندوتشات مشكله، كل شيء موجود الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اليوم نحكي عن ايضا عن الموظفين، كيف يتم اختيار الموظفين للقدم للتقديم؟ الموظفين عندنا مجموعه من الشيفات، بنجيب عمال بنعمل تدريبهم كمان. يعني في موجود عندنا شيفين اساسيين، بنجيب عمال بندربهم عندنا. في اطباق يوميه، يعني كل برنامج يوم الجمعه، يوم السبت، يوم الاحد، يعني كل يوم اكل بميز عن الثاني، من ملوخيه، من رز اوزي، من دجاج بطاطا، من كباب هندي، كباب باذنجان، كل شيء موجود، من محاشي. ولكن في سر التميز اليوم، شو اللي ميزنا؟ ميزنا السرعه والامانه بالعمل، سرعه توصيل الطلبات والامان، وجود الطعام موجود. النكهه ما بتجي بيوم هذا، يعني عندك الاستمراريه والجوده بالمواد اللي بتجيبها. تجيب مواد من خارج قطر؟ لا، المواد الاساسيه من قطر، كله من قطر موجود، يعني الحمد لله الحين صار كله موجود متوفر هنا. والخبره بتتراكم، يعني سنه بعد سنه الخبره بتتراكم. ما شاء الله عليك. نحكي اليوم اسعارنا منافسه بالسوق قطر. الحمد لله أسعار منافسة، يعني أسعار الحمد لله مقبولة لكل الناس، يعني مين ما كان بيقدر يأكل عندنا ويأخذ كل شيء. ما شاء الله عليك. الحمد لله. أستاذ عبد الناصر نحكي عن النظرة المستقبلية والخطط المستقبلية. ما شاء الله عليك، أنت من جيل الشباب، أكيد في رؤية مستقبلية خلال الخمس سنوات القادمة إن شاء الله. إحنا بلشنا بفرع بسيط صغير وطلقنا عليه، وصلنا لهذا المكان بعدة أفرع، وأكيد في رؤية خلال السنوات القادمة إن شاء الله. وين راح تكون بعد خمس سنوات إن شاء الله؟ يعني الشغل بيمشي لحاله، يعني سبحان الله بيجي لحاله الشغل. صحيح. احنا بنحاول بنطور وهذا، وبنشوف ان شاء الله.
من يستحق من اليوم من عبد الناصر كل مجهود؟ في اخوي الكبير ابو عمار، يعني هو كان موجود هون، هو الاساس، هو اللي مشى بالشغل، واحنا كنا له سند. واليوم الوالد والوالده؟ الوالد والله متوفي، الوالده موجوده بسوريا. لو كان شو راح تحكي له؟ نعم، لو كان شو راح تحكي له؟ بنقدم له الشكر يعني الحمد لله، رضا الوالدين واهم شيء. أكيد. الحمد لله. واكيد اليوم الزوجه تحملت معنا هالمشوار. طبعا الحمد لله موجودين الحمد لله. زوجتك وابنائك شو حاب تقول لهم رساله؟ بشكرهم، يعني هم صابرين معنا هون على الشغل وعلى التعب، والحمد لله الحمد لله رب العالمين. نتشكر الاشخاص اللي ذكرتهم، وايضا نتشكر الاشخاص اللي ما ذكرتهم عشان ما حدا يزعل من عبد الناصر. الله يسعدك ويبارك فيك طول عمرك ان شاء الله. يعني قبل ما يدهمنا الوقت ايضا لبرنامج ونهي برنامجنا، الحمد لله احنا داخل دوله قطر نحتضي بنعمه الامن والامان. اي والله الحمد لله. وهذا الشيء لم ياتي من فراغ، هذا الشيء يجب فضل ربنا وحكمه شيوخنا. راح نبتدي بوالدنا وقائدنا ومالنا قطر الشيخ حمد والشيخ عبد الحمد لله. اللي مشى على نهج الوالد واخذنا بالعالميه ورحنا للعالميه معه. الحمد لله. اليوم شو رساله الشكر راح تكون؟ الحمد لله بنقدم الشكر لسياده الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، ومن قبله الشيخ حمد المؤسس يعني. نعم. والشيخ تميم مستمر الحمد لله على نعمه الامن والامان اللي وفروا لها الناس. صحيح. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والبيئه الاستثماريه السهله للناس، يعني بيقدموا تسهيلات كثير للناس. صحيح صحيح. الحمد لله. بنشكرك على كلمات الله يبارك. بس حابين نعرف احنا وين موجودين بقطر وكيف التواصل معك؟ احنا موجودين بابو هامور، منطقه ابو هامور، جنب شركة أرامكس، شارع السوق المركزي. وفرعنا الثاني. وفرعنا الثاني في محطة أبو هامور، محطة بترول أبو هامور، مطعم كنار الشام. الحجر ما نبطاري أنا قطاري سنو محبة محضاري وتولى هذا الفاخر أنا قطاري.